طريقتنا بمعهدنا جليلة، تساعد كي تنال به الفضيلة. تميز ذا المكان الأندلسي لتطوير الذوات من الدروس. فلو ترجو البراعة والنجاح فخذ عربية وأجد صلاحا، وثق صدقا بهذا اليوم والغد بأندلسيين هذا محمد. وسر هذه الطريقة بالصفاء، تنال لوعدينا كل الوفاء. فقم واحفظ كثير المفردات لأسماء وأفعال الصفات، وضع نحوا وصرفا في السنابل، وكل قواعد لو أنت عاقل. وجدد أولا في العلم نية، وقم للدرس مع صدق الطوية. وحاول فهم قرآن وسنة من السلف الكرام بكل منة. وشمر للعبادات الكثيرة، تفقه بعد ذاك على بصيرة. وكيفية كسب المال فاعرف به، في كسب علمك سوف تنصف. ونفسك فاضبطن مع التحكم، بوسم رجولات حقا تقدم. وقومي في مقابلة الهواء، فتلك علامة لذكى النساء. فمن سمة التكاسل صاحي كرشا، تجنبها لتحيا خير عيشة. وكن متوثقا منذ البداية، وثق ثقة إلى ما لا نهاية. بأستاذ محمد إذ تعلم، بذا عربية حتى تكلم. ألا ولديه علم في اللغة، وفهم في الكثير من الجهات. بنلتحقن صاحي لتستفيدا، تنل عربية وتجد مزيدا. نعلم كيف تفعل كل هذا، وأين متى وأن ذا وماذا. تكلم بالفصاحة ذا اللسان، وتبصر دينا بارينا عيانا. وتجني عندنا سعة ومالا، وتكسب صحة صفة وحالا. تكون مدى الحياة بنا قويا، وفي كل العلوم كذا ذكيا. وتفرح في الزمان من السعادة، وتحصل فيه حسنا بل زيادة. وتفرح في الزمان من السعادة، وتحصل فيه حسنا بل زيادة.